هي معاد عفانه يحاول التغطيه حاضره محمد حسام الى سمحان النابت او هذا كره تعود من جديد احمد او محمد حسام كره تعود من جديد لاعبي فريق نادي هذا التمريرات هجومه عشيري الى الضبوطي يلعب كره جميله جدا خطيره ليافا الكره والخط الثلاث نقط كرة لعب المعاد عفانة خافية عادت للمتراجع أو لقلب الدفاع محمد حسام تغيير اللعب إلى سمحان النابت استلام كرة مهاري حكم هنا بهوية لعب سريعة خطيرة قاد السيلعي يا بسيلعي جول والسيلعي جول أول يابا شريعة لقطة لعبها الفريق الأباوي الطبوبي إلى القائد خالد السيلعي تبدأ من الطبوبي سريعة حكم المباراة أعلن استئناف اللعب السيلعي مرة الكرة بالملي متر إلى مين؟ إلى المندفع من القلب محمد حسام محمد حسام يسجل على ستكون هناك رد فعل ستكون هناك بحث للفريق الشعلاوي عن التعديل في الهدف حكم المباراة استأنف اللعب لاعبي حربي ليه عناصر فريق كرة اللعب العرضية حاضرة والرأسية تمر وتذهب إلى ضربة هذه ضربة مرة في اللقطة الماضية صحيح تحدي السيطرة ويحاول ويبحث ولكن يتحدث عن الخطورة لا توجد انطلاقة الآن خطيرة يسحب فريق نادي الشعلة الآن الشعلة شكل خطورة راح تكون المعنويات أكثر من لاعبي الشعلة البحث راح يكون أكثر من لاعبي الشعلة عبد العزيز بنون اللي ذكر اللقطة للجهة اليمنى بعد أن كان بداية اللقاء في الجهة اليسرى بعد دخول جاسي كرة اللعب كرة اللعب العرضية حاضرة خطيرة والكرة والهدف جول ثاني ليابا هدف ثاني ليابا عن طريق محمد حسام المدافع الهدف للفريق الأباوي يتقدم بالهدف الثاني محمد حسام الفريق الأباوي شوف العرضية الجميلة من حسام الدين طبوبي والخطأ الفادح من مين؟ من سعيد الحربي خطا فادح وغوصه الشاطر بعشرة يا سعيد الخبره خانت سعيد في اللقطه الماضيه ومرت الضربه تدخل الشوط الثاني لفريق هدف شوف سعيد الحربي اخطا بالخروج محمد حسام انتظر بعد ان خلص الفارق امل وين العرضيه حاضره معاد راسيه عادت من جديد التغطيه سمحان نابت يلعب كره سمحان يلعب كره مليمتر على راسيه وعلى رأس سلة وسجل الشعلة هدف التعب صوت مختلف بين الفريق قلتاتي بحث الشعبي دائما وابد يحب رزا الشعبي لا يستعجل بالتبديلات في المباريات المقام لأبها كرة اللعب عز عسيري أضعي إلى اليسار يمر الكرة بينية التبديلات مستمرة للاعبي فريق نادي أبها التعب بالنسبة لي برؤية شخصية متابعة عملية التعديل سعد يلعب كرة عرضية محاولة رأسية الابعاد سلابة عد الكرة محمد حسام ومن الكرة يابها محمد حسام علاوي عبد الرحمن ربيع في الطبوبي حسام الدين يلعب كرة الرأسية خطيرة خطيرة سعيد الحربي تألق في بعد اللقطة الماضية شوف الرأسية هي الخطير في كل تقدم لهذا المدافع لفريق نادي أبها كمان يفقد الكرة تعود حسام محمد حسام يرجعها المثل إلى ديل ميتشي يرجعها إلى ديل ميتشي إلى أحمد إلى منتصف الدائرة ملعوب الآن إلى أحمد الشاعر النجعي مشي الكرة على الجهة اليسرى إلى أحمد السلمي يأخذ الكرة يلعبها في منتصف الملعب لنادي أبها عتب هذا عتب خطأ ينفذ وراسية لأبها وفي المرمى عتب هذا عتب خطأ ينفذ وراسية لأبها وفي المرمى
المتصدر ويضرب فيه الهدف التعديل عن طريق اللاعب أهم هدف التعديل وهدف جميل وصف أخطاء دفاعية تعدلت اللاعب نادي الطائي إلى الويس باردو يفقد الكرة الويس إلى ديل ميتشي هذه فرصة للطائي تتخلص من ميتشي إلى دي المتابعين والجمهور والمحبين والعاشقين ويجونك إن شاء الله ولكن الآن الشوط الأول رد القلب يتعاد نادي أبها يلميتي يلعب كرة ترسل الطاي مساحات في منتصف الملعب حاضرة وبمستوى عالي مباراة تكتيكية هل يوقف نادي الطائي الفريق المتصدر عملة جميلة من أجمل مباريات هذه الجولة والراسية تأتي وفي العارضة الله هنا الإعادة وهنا الكرة ارتطمت في العارضة بشكل مذهل أمام المهاجمين أمام باري وأمام كيسي راكض اليمنى ملعوبة الأرضية والراسية والإبعاد يأتي من دفاع نادي أبها إلى باري فيما تبقى من هذه الدقائق 7 دقائق على نهاية هذا اللقاء وهذا الكلاسيكو في دوري الدرجة الأولى كرة بالرأس تلعب أمامية ولا محاولة لنادي أبها على مستوى الطرف ولكن كل الكرات تبدأ من خالد الزارعي في هذا اللقاء في هذه لعمر هذه المباراة تلعب ركلة زاوية تلعب تخلص تعود الآن الكرة ما زالت هذا هدف الله يا الطائي الله يا فارس الشمال بناية راسية وعودة مجددا وراسية مرة أخرى في المنتصف واضح معنا عن فريق الخليج كرة طويلة للأمام في الجهة اليمنى تغطية من التونسي محمد حسام وفي النهاية الكرة فيها رمي التماس للخليج محمد خطأ خلجاوي الآن إرسالية على القائم الأول خطره شلا حسام عادت محاولة تسديد بشكل مباشر ولكن لا أعد الكرة إلى مكان وقوع الخطأ وحالة التسلل وشوف الطاية من المسلم وصل سيلعب عن باطن وجهد اليوم قبل الهلال والشباب السوزة بيرناردو محاولة صناعة بالفعل صناعة على القائم الأول ولكن عادل سالة كنترولات الهيئة عامة و44 اتحاد سعودي ابدا لم تبخل عليهم القنوات الرياضيه السعوديه بموسم تميزت فيه كل الفرق لك ان تتخيل انه اخر جوله حتى الان لا نقل الخليج يقترب من اول اهداف اللقاء كره بينيه علي الوين الاثنين كره ملعوبه طويله ولكن التغطية من محمد حسام التونسي الهدفين ينقذ الشيخ الهجراوي أيضا من الهبوط لدوري الدرجة الثانية الجيل ما زال يتعادل الإنجازات حقق الخليج كأس إلى أن يتصل بالثاني الأندية للدرجة الأولى كأس التعادل الثاني سابقا أيضا لاعب دون ماشي خطأ لأداء خالد الزيلعي ممكن نشوف هدف ثاني أرضية رأسية جول ما في غيره المايسترو خالد الزيلعي والتونسي الثاني وهدف ثاني أبهاوي هدف ثاني أبهاوي من التونسي الثاني محمد حسام يحسم الأمور فيما فوق 85-2-2 2-2 التوانس الاثنين محمد أبها يتعادل الثاني يتقدم للمرة الثانية فرسان عسير وعن طريق هذا التونسي الخطير محمد حسام يحسم الأمور 2-2 سجل لازم ننسى الكورة شوي كل حادث حديث ايوه ان شاء الله الله يحييك مروان شكرا خلينا ننتقل على السريع حسام الدين ألف مبروك توجتم هذا اليوم المجهود وخلال موسم كامل ومن أصعب على الحاج باري هنا الكرات كانت من اللاعب إبراهيم الكمارة
والان الحاج عثمان باري يضيع ثاني الكرات في فريق ابك، وكانت يعني مواتيه جدا يكون اول الاهداف والارساليه الان الحاج هذه جول هذه جول هذه جول 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 محاوله الان عند الجزل ارسال كره طويله ولكن ابدا ليست لاحد، وايضا شوف غريبه من حسام يعني كان بالامكان العوده في منتصف الملعب وعند النجعي، والنجعي اللي بدوره ايضا مر الكره عكس اليسار هناك او عكس اليسار عند برناوي، ولا تداول الكره اباويه بكل اريحيه طبيعي جدا، وحاول في المره الاولى لم يصب شباك ديمتري، وايضا حاول في المره الثانيه ولكن ديمتري هو من صد الكره على افضل، ابا هو من سجل، ابا هو من وصل، ابا هو من يتقدم عن جبل الشعلة والكوكب والهيربي للغضب الخرجاوي ان صح التعبير. وهكذا نشوف المحاولة من فريق المجزل خطيرة جدا على القائد الايمن، ولكن يفيد منها الفريق الابهاوي ايضا في خانة الظهير الايمن. محمد حسام ماسك فريق المجزل، ابها حساوي في حراسة مرمى وبرناوي وكرة في منتصف الى نيكولاس ديلون، لكن طالت على نيكولاس، عاد كرة القدم هي كلها أخطاء، والأخطاء تعد أيضا من جزء من اللعبة، صحيح أنه تدخل تقنية الفار وما أدراك ما الفار، ورغم هذه التقنية يوجد لغط كبير هناك كبير، وراح يجلس جنب أخوه التوأم عريم ماتشادو، والجزء على مستوى الحواري ربما وعلى مستوى الأكاديميات الصغيرة، ولكن كنا نتمنى أن خالد يكون متواجد ويكمل خالد. إذن العام الماضي المجزل كسب لقاء وابا كسب مباراة ملحق، ومحاولة الآن لفريق النهضة وخاطرة تمريرة، ولكن صعدها التونسي، صعدها التونسي فريق أبا في 2009 يبحث عن صعود آخر مع فريق أبا في 2019، إيش لا؟ رفاق شابي مدربين كرة عدد لفريق أبا، ورا متنقلة في الخيل والآن الإرسالية طويلة جدا عكس اليسار، عودة إلى أحسن أو اللاعبين الحقيقيين هم مسافرين، فمن الطبيعي جدا يكون في تمرير. جيرن غومو محاولة عند محمد خطيرة عرضية لفريق النهضة، ولكن تغطية سريعة طبيعي صحيح يبحثون عن نقطة، لكن ابدا ما هي توجيهات عبد الرزاق شادي، عودة مسجل عند المالي كل مالي عرضية من المالي، والتدخل هالمرة من التونسي أمين إرسالية نهضوية رأسية من كرم إلى محمد حسام اللي بدور لعب كرة أيضا إلى الأسيط نذلي بداله أو ربما نقول رأينا في الأكثر كرة عند الحسام سليمان والعودة خلي للصافرة مرار يا السلام تعبيرة، ولكن عادت الآن لفريق الأبا تعبيرة من الطبوبي قبل هذه المباراة في 17 حارب فوز يضيف الانتصار في 18 يقى الفوز هو المباراة اللي تتغنى في أبا البهية في أي فترة مباراة تجمعنا بين الأبا والنهضة بوجود رئيسين مميزين مباراة جدل إرسالية طويلة دقائق تمضي نهاية شوط ثاني لدينا خطورة الآن للأنصار والأرضية والراسية، لكن تتخلق نقطة لنادي ضمك في اللحاق والمنافسة 44 والخليج 42، وهذا يشكل ضغط إلى دفاعات نادي أبها، يلعب كرة في وسط الملعب كنترول يأخذها بشكل جميل، الله على السرعة الانطلاق يا أبها قدم مباريات كبيرة، قدم نجوم كرة عند ديب المتحرك المشاغب في هذا الشوط، راحت من أعظام الحاج جباري في هذه اللقطة، كرة تعود الآن لأيمن يحاول فيها يعرضها لكن الدفاع يخلص، والإبعاد يأتي عزيزي المتابع، وما زالت الكرة حائرة وعلى دفعة مرتين تتخلص إلى عاصم برناوي يمشي كرة على الطرف اليمين، محاولة وافضلية ما تام بيتدخل على التغطية في الكرة الماضية عبد الرزاق الحسيني ومحمد السليمان في التغطية كروي الأولى إلى دولة محمد بن سلمان، هذه واحدة من المباريات الكبيرة
لي فنيا يعني شكلا في اداء في مجريات هذا اللقاء. مباراة صعبة فنيا تكتيكيا، واللقاء هذه النتيجة هدفين مقابل الأشياء حضرت مرتين في المواسم الماضية بين أبها وكوم الله. في توصيل الخبر كرة تلعب الآن، يعني بعض المشاهدين يتابعون الخطة القادم، هل يعود منها الأنصار؟ يلعب الخطأ وتصطدم فيه المدافعين إلى ركلة الزاوية، إلى ركلة وتناقل بين لاعبي فريق الجيل الآن للأمام. صلاح اليابا هزاع هزاع لعبها لبندر تغريري، خلفية لمحمد حسام، كرة لنجومه كاميرون عمري سنة قادم من القوة الجوية العراقي. الكرة اللعب وتعود لمحمد حسام، التمريرات البينية هزاع عسيري عبد الله في هذه المباراة في بطولة غالية في بطولة كبيرة في مباراة مهمة في الدور 16 يعني تابع على الكرة. يا سلام ثقة كبيرة ثقة كبيرة من جومو الكاميرون سيطع الكرة، يستاهل التحية من جمهور أبها على اللقطة الماضية. الكرة تلعب يرجع اليسر لصالح دياب، حزم في القصيم بدون لطفي السبت، ولطفي السبت الذي كما تحدث معي منذر مخلوف بأنه يعاني من ظروف عائلية. لعبها داخل المنطقة عالية ملعوبة أمامية خطيرة، الكرة مرت من حارس المرمى خلصها الأخطاء ما استغلت في شوط المباراة الأول، بالتالي حتى الآن نتيجة سلبية. الكرة ملعوبة في وسط الملعب، هذه الحرمة للشريفين ممكن قصة جديدة، قصة جديدة التعاون والشباب الفايز حسام لمحمد حسام التونسي الآخر. الكرة وصلت المباراة، قال خطير حاول يمر داخل المنطقة باعتقادي أنها لم تكن تسللا، في التالي الكرة ضربة حرة غير مباشرة. زي علاعي الذي وضع بصمة كبيرة مع نادي النصر وحقق الكثير من الإنجازات وسجل وصنع وقدم كرة قدم جميلة، اليوم بخط طويلة وصلت راسية تعود الطبوبي في تمرير لأحمد السلمي الرزاق ابن جلدته المدرب التونسي، يتفوق عليه بندر المدرب المساعد الله القيسي، حاول مر بالكرة بادي يلعبها أمامية، محاولة للعب الكرة خلف المدافع تعود لصالح نادي الجيل الآن، أمامية تتخلص تعود لصالح نادي أبها في أخطاء مع نقلة خالد تمويه، محاولة المرور داخل منطقة عرضية الله عدت عدت الكرة، ومتى في الخمس دقائق الأخيرة من الوقت الأصلي وحتى الوقت بدل الضايع ضيعها 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 العنزي في كرة رأسية مرت إلى خارج أرضية الملعب. هذا الطبوبي لاعب المنتخب السعودي الأولمبي سابقا واسمعان النابت خريج أكاديمية النادي الأهلي، لاعب ممتاز ولاعب استعد يلعب الكرة تمر تعدي جول تسديد، لكن الكرة ما جت يعني كما يريد. شوف 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 وتقدم للأمام ليوسف سريع حاول يمر يعدي بالكرة، التدخل موجود، الكرة مقطوعة تعود لإدغار استماتة كبيرة. كرة لمحمد حسام التونسي الآخر عبد الله قيسي، وكنت ومع الكتيبة عبد الرزاق الشابي المدرب التونسي صاحب الخبرة العريضة الذي اختار البحث عن العرضية والكرة تتخلص استحالة نابت الوشم وب 28 نقطة، وهذا ما يتمناه ما لا يتمناه الأنصار فريق الوشم، هو يتمنى خسارة 14 لقاء لهم للأهداف 26 هدف واستقبل 41 هدف رقم مهول في الاستقبال. نعم سبع لقاءات انتصر فريق أبها بنتيجة 1-0 في هذا بتواجد كرم برناوي الذي تقدم كثيرا، هذا اللاعب مميز عموما اللاعب رقم 6 كرم الظهير اليمين، والتميز هذا اللاعب كان في الجولة 27 عموما. كرة ملعوبة طويلة
هناك غيابات موسى الشمري ليعقوب منصف كانت هي القريبة جدا لفريق العروبة للترتيب في بداية هذا الشوط. بعد ذلك الهدف الذي أتى من جيفرسون اللاعب البرازيلي هنا إذا صاحب الترتيب الأول والصدارة ب 55 نقطة فريق أبها، والعروبة صاحبة إلى باتوا إلى حسام. ملعوبة لصالح فريق أبها، هذا أبها الجولة الأخيرة على أرضه سوف يستضيف الخليج. هل تكون الأفراح في حلق البربع؟ عموما الكرة ذهبت إلى البعيد، كانت هناك تسديدة مشابهة لسمحان النابت التي اعتمدت أيضا المرمى. هنا موقف فريق الشعلة يتحسن، وبالطبع سوف يصل إلى النقطة 28 ويزاحم فريق الوشم. العروبة سوف يصل للنقطة 26 بعد هذا التعادل، إن انتهى هذا اللقاء بعد 4 دقائق من الوقت بدأ ضايع المباراة. هنا الدخول، ما لا أعلم واللي يديرها الرخاني، كرة اللعب الآن لفريق نادي أبها. جاءت اليوم عندك يا رب برناوي، استلام كرة محاوط كرة اللعب في منتصف الملعب لفريق نادي أبها، كرة اللعب بعد كرة للفريق أول متبقي دقيقتين، ولا زال وضع كما بدأ التعادل السلبي إلا إذا منتصف الملعب الدراوية محاولة وتمريرة لوكاس، خاطر لوكاس سيمون، لوكاس يحاول تغطية جميلة حسام، تعود إلى الطبوبي لحسام من جديد، يمارس كرة الطبوب يطمح لتقديم الإضافة بالنسبة لفريق الجهاز العرضية، محاولة رأسية تمر من الجميل أو أن ينهي المباراة متقدم ونحصل على 3 نقاط إلا إذا كانت بهجمات حجر. حمد مسلمان يوجد في الدرجة الأولى، النجعي حمد حسام تمريرات بينية، ضغط طلاب من لاعبين أجران، تعود النجعي تأخذ بكل تأكيد البحث كما ذكرنا عن لقب دوري الأمير محمد مسلمان يوجد في الدرجة الأولى. كرة اللعب كرم برناوي، انطلاقه خطيره، يا سلام لأبها، محاوله والكره أبهاويه، جول أبهاويه، جول حزم في الموسم الماضي في دوري الامير محمد بن سلمان لانديه الدرجه الاولى، والحاج عثمان باري محمد حسام تمريرات بينيه، تعود محمد حسام، أبها ب15 مشاركة لديه في دوري الأمير محمد بن سلمان، هذه المشاركة رقم 16. أبدع في إبعاد أكثر من الكرة على مرمى، كرة اللعب حسام، رأسية تعود من جديد للنجرانيين، لحسام من جديد، استلام نجران، الكرة تلعب مهدي، قادم الجولة الثلاثة يعني باحتساب هذه الجولة، تحدث عن الجولات 3 متبقية مع هذه أو جولتين متبقية. إذا صفالك زمانك علي أضام، اشرب قبل لا يحوس الطين صافيها. وابهز كرة اللعب تمريرة سريعة رأسية إلى فريق نادي أبها، إلى شيء كان لقاء القوي لفريق أبها، إذا كرة مقطوعة حملت تلك الأهداف الأهل. وراح فيصل اليامي، طبعا فيصل اليامي الذي مصاب لا يغيب عن هذا اللقاء، ليس حتى في التشكيلة الاحتياطية، لكن فريق أبها الذي عبد العزيز عمر العشرة عفوا. هنا الآن محاولة العودة مجددا لمحمد حسام، ينقل الكرة إلى هزاع، هزاع الذي انطلق في الهدف يحاول إلى شهاب، شهاب يحاول التسديد لكن الكرة مقطوعة، مقطوعة دفاعات عبد الله، إذا إلى اللاعب محمد حسام، محمد قيسي يعود، محمد حسام
إلى عزة، وخرج أحمد الهوسة من البكيرية، ودخول وليد المعلى الحربي، ودخول أيضا مع فريق أبها إلى شهاب يحاول عفوا هنا 18 لعمر، عمر العشرة مرت الزيلعي والعرضية والرأسية، لا يوجد أحد يقابل هذه الكرة مرة أخرى. نعم بندر الصمع كان مع فريق العين مع محمد تحمان على البليهي، ذكرت أنه بدأ اللاعب الدولي مع الفريق البكيرية، وهو عندما كان في المونديال في اللقاء الذي جمهور البكيرية ونص باتر الكونو عالية من حارس المرمى قام الدين يلعب كرة عرضية عالية والرأسية وتتكمل ولكن إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب، كرة ملعوبة بشكل ممتاز انتهت من محمد حسام المدافع المتقدم وإلى خارج الملعب ركلة مرمى. شوف الإعادة الماضية، حسام الدين لعب الكرة العرضية، هاتر نوارا الكرة معه عرضية عرضية ممتازة وتتهيأ لكن بتمر خطيرة، دافع هذا بيتر نوارا، هذا بيتر نوارا لعب بالكرة الممتازة بشكل ممتاز لكن مرت إلى إلى حسام الدين، إلى محمد حسام على اليسار لأحمد السلمي الشمري، عرضية خطيرة يوري يحاول يعدي يحاول يمر، مقطوعة مقطوعة، استخدم مهارته في المكان للأمام بيتر إلى خارج الملعب، رمي الكرة لملعوبة لمصلحة يوري ولكن مصلحة أبها كرة ملعوبة للأمام، اتأخر فيها يوري محاولة لسلمان هزازي الكرة معاه يحاول يعدي للخلف تعود لمصلحة يعني يريد يعطينا المخرج لعادة بشكل عموما كرة عالية رأسية تعدي إلى إلى اسمح لنا من الفارق الفني محاولة للخلف حسام الدين محمد حسام على اليسار أحمد السلمي تمريرة حلوة يخلصها للمدافع فريق الجبلين تعود من جديد على اليسار أحمد السلمي مباراة الهدف الواحد والله أعلم كرة ملعوبة سريعة محاولة خلصت من المدافع محمد حسام إلى خارج الملعب رمي التماس استنفذت سريعة كرة ملعوبة نتحدث عن مدرب أبها الذي تحدثنا عنه قبل قليل عبد الرزاق الشافي تحدث لحراس المرمى وأيضا للاعبين داخل أرضية الميدان الكرة مرت من أمام الجميع لمسة سريعة حذاري من هذه السرعة سرعة مشاهدة في مباريات عديدة الكرة بتلعب عالية ستفال دور ارتقاء كبير ووصلت إلى خط الدفاع لمسة في مثل هذه الأماكن خطيرة جدا من الجولة 27 ومن هذا الملعب من مدينة ولم يحصل خلال التسلل بل الكرة أضاعت من كرم برناوي في اللقطة الماضية الكرة الماضية يعود بعد ذلك إلى القلب لمسة رأسية من الدفاع عادت هناك يبحثون عن يعب إلى الدفاع لا زالت الكرة الماضية على جهة اليسار إلى وسط الميدان طرح بهذه فرصة هذه لقطة وبعد ذلك الكرة طويلة أطول من اللازم وصلت إلى وسط الميدان منطقة الدفاع بيريرا لا زال يحافظ We'll be right back.
الشوط الرائع الى سميحان، مرور من اول الى خالد الزينعي عن طريق الجهة اليسرى الان. جيل اثنين حسام، محمد حسام، احمد النجعي، يلان النوبي بالراس، الفريق الذي كان في دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي كان بطلا لمسابقة، اليوم يصارع مع في مؤخرة الدرجة الثالثة، الفريق الذي ينشد الصعود لدوري الدرجة الثانية. هنا الكرة ملعوبة وإلى خارج أرضية الملعب. فريق اللواء المدرب عبد الرزاق الشابي التونسي صاحب 56 سنة، هذا من جيل خالد بن يحيى، جيل نبيل معلول، جيل طارق دياب. هنا المحاولة من أحمد الجعايدي والكرة إلى المدرب الوطني يوسف عنبر، والكرة ملعوبة لصالح فريق الوشم لكن لمسة يد كما أشار السيد الحكم. هنا محمد توري لمسة يد، نعم لمسة يد. هنا المهاجم الجمو، هذا اللاعب الذي أمضى سنوات في الدوري الجزائري جنان جومو، أيضا له تجربة في الدوري العراقي مع القوة الجوية العراقية. هنا بهدفين لهدف، وبالتأكيد فريق الوشم على يسار الشاشة بالألوان الزرقاء، وبالتأكيد الفريق قادرا للمسابقة، والكرة ملعوبة تعود إلى اللاعب رقم 15. الموسم الماضي ضمن فريق أبها تواجد في دوري الأمير محمد بن سلمان لأدية الدرجة الأولى في هذا الموسم، لكن هذا والله الرأسية كانت رائعة. أحمد خالد عبد السلام يعود بالكرة إلى الزيلعي في وسط الملعب لصالح فريق أبها، لكن كرة تشتت تعود لعبد الله قيسي. عبد الله يحاول أبها وضمك أو ضمك وأبها في الصدارة، هنا والوصافة كذلك مجريات المباراة يشركه عبد الرزاق الشابي. هنا الكرة تتخلص بين فريق النجوم أحمد الصيعري الذي حط الرحال مؤخرا في مع فريق المجزل والذي لديه لقاء مع هدف ومن سجل لضمك في مرمى الشعلة كأسرع هدف هذه المسابقة حتى الآن، هو في أول نصف دقيقة تقريبا يأخذ خطأ من لا شيء، لكن الدولي أبدا ما عدت على الصدير، وأيضا المساعد الدولي الآخر خلف زيد لم يحتسب هذا الخطأ، إذا تصادم عفوي وإرسالية أبهوية الآن. أبدا خلينا نقول يعني أنت بحاجة للصعود، وأنت الآن قريب من الصعود، وفريقك ستختتم اليوم بخمس لقاءات، واللقاء القادم هو جولة 26، معنى ذلك أنه ثلث أخير. عزيزي مشاهد الرياضية السعودية، تعادل السلبي يجمع متصدر ووصيف هذه البطولة في ختام تعد من الجولة 20 حتى الجولة 24 من الفوازعي أرسلي عطا من بعيد، والأكراسية حسام الجبلين والخريج قرابة نصف ساعة لعب تعادل السلبي، نعم دقيقة 43 ضمك أو دقيقة 43 يسجل هناك جدة هدف في مرمى القيسومة لتصبح نتيجة هدفين مقابل 44. أبا الآن ربما أفضل حال من فريق العدالة، العدالة اللي سيبدأ الشوط الثاني متأخر بهدف، جاسم العيسى مدافع موجود أيضا على البنش بدلاء فريق العدالة، علي السالم، عبد الله بوهميل، حتى الثواني معدودة لأنه متأخر بهدف، وهو وصيف، وأيضا من حق
نطمح في التعادل والفوز ايضا. الان مره الكره اماميه الى كارلوس، ولكن التغطيه من سليمان حساب. عند الان 44 نقطه مع نهايه اللقاء. الخرج الامور تغيرت. كره تلعب لحسام الدين، محاوله عدي وين راسيه كونسولي ومر، ولكن في النهايه ما مر. عرفت تمريره بعيده على الجميع، ولكن شوف الراسيه كانت من حسام سليمان كما توقعنا. ونقم محمد المنجاش مكان الحاج عثمان، مهاجم بمهاجم. بالمركز الثاني مباراة مهمة جدا. أكيد مباراة مهمة كما قلت أنت، يعني الفريق الوصيف نتاعك وعلى بعد نقطة واحدة، يعني كي تربحوا معناها وزيد تخليه وراك وتوسع الفارق أربع نقاط حاجة كويسة برشا. معناها بداية الشوط الأول أنتم متراجعين جدا جدا مع أنكم صاحبين صاحب الأرض والجمهور. شوف نعرف احنا نعرفوا اللي فريق العداله معناها عنده مهاجمين سريعين، وعنده معناها لاعب صانع اللي هو يوسف الوزاعي اللي كان معكم تو، معناها عنده تمريرات ممتازه في الظهر، فضروري انك تحمي ظهرك قبل ما تفكر يعني باش تمشي للهجوم وباش تهاجم. شدينا من الاول كما قلت انت معناها التالي هيك وسكرنا الدفاع نتاعنا، وبعدين يعني مشينا للهجوم والحمد لله ربي وفقنا وجبنا الانتصار. المباراه كانت متوقعه بالنسبه لكم من ناحيه المجريات؟ شوف ما تنجمش تتوقع المباريات نتاع الدرجه الاولى اكثر، معناها ينجم يجيك حتى الفريق الاخير معناها في الترتيب، يعني معناها مستواه كبير وكل شيء، معناها مش خاطر الاخير معناها ضعيفه ما يجي يفوز عليك في مدينك عادي، معناها ما تتوقعش حتى النتيجه هنا وحتى مجريات نتاع اللقاء. خلينا نتكلم عن هجوم نادي ابها، هناك في ضعف تقريبا في بناء الهجمه لاحظناه في الشوط الاول. والله شوف ماهوش ضعف، معناها نقولوا احنا نحاولوا نستحوذوا على الكره ونبنيوا، معناها كيما معناها تسمح لنا الكرة باش نبنيو، خاطر كيما تعرف انت العدالة زاد فريق قوي راه عنده يعني بلوك يضيق المساحات، فما يمديك تلعب كرة بسرعة وكل شيء، احنا ندور الكرة نستناو لين تجي الفرصة والحمد لله كيما قلت لك. الحمد لله. ثلاث نقاط جميلة هذه المباراة. اي جميلة كثيرة كثيرة، ونهداهم لبناتي زوز ومرتي. يستاهلوا. يعطيك العافية، يرحم والديك، شكرا.